بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. تمام، لأن لا إله إلا الله عند الموت هي خلاصة حياة الإنسان. لا إله إلا الله ما لتقوم بموت من نتاك الله شو يهوة هنج أماك نوالو أربعة مت بس لمنا كاد الرك هنو كالكلي تارقو تج أمكو وطئتو لا إله إلا الله تلا لها التلم والسانيو الله بيتشانا ونا يهوة هنج أماك نوالو سلزي باكاتشو فلنتواجد في الطريق بمنقدو النقوي بمنقدو كالكوين والله يعني أي تازن اللتم عندسو لا إله إلا الله برسيو ثنبسين أي تازن اللتم لمن بمنقدو الكوين سويو. طيب لنا دمو عند قوادنيا لن دمو يني ثماري نو ليلة سو شاب نو هما بتعموت أهدنو من هذا رقال مسراك سراو سراو ريسايات بال مواشوش ياتبال يعني سو سراو سنو زا اوفيس نو مسراو ومواشوشو باندكن سمنت سنتين أسر أسر عند مواش يعني ريسايات بال مالتنو أهون تنانتنا جمعانو يموتسو ودنيا تشنو كذا دولة لنينا استباك كني قال من التطبو ودنيا تشنكونو عرين الشبية يرقو يشكونا هنا التاتشن هنا أتبنو سوى بتآمن تنو ما شاء الله بتايوت يعني تقيمونو لبسونو صلاتونو منو بتآم برمي هنا تنو قرنو سنة أتبو انجدي إن السو كني بلت ايه تمكرانو يقدرني أجن، وفلاثون بزوج أمتات رئيس سلطة أبي، بزوج نجارنا ميايو، بزوج تأمر بهاي البزاب ومواجهتشو، كتى يعني أنتو شرك تشوفنا يمت أو شرك سن كفتو، شيخ علي نعم تملكت إجوا علي، إجوا سايو، أردت تتفو، ياتشي لا إله إلا الله متلو قوما كونون دزلك قومون دبرت قوما، إن دزبلو كويين. عجيبة يموتوا بهوسبيتال نو بهوسبيتال نو يموتوا الناس قدي الله شو من هوسبيتال عليه لا إله إلا الله على العالم الناس قدي عليهم جن ياو بتلاجان راس قبوت رفريجريت راس قبوتنا كهاي راس أت بهلا ورق أثومنا من هو سكر راس أمت أنا ما رد إنه بق إن باب تشانك والله كأنه حقيقة إن إجوا إن دزيها سايرنا يا تشي لا إله إلا الله ميلات قوما أردتم تطفون دزي هاي هوجو هذا حسن الخاتمة وهذا كسوء الخاتمة كان نزي هنا سوسن يامي بالنقري اللي موند موج وين دا أهيات موتالي وين عند ملائك عند انتنو عند مؤمن موتالي. طيب خلاصة إيهن كالكبو حالا انقريه مجمّر ياو إنا تلك ونقر بلا إله إلا الله يموتي تلك مك انتنو مسفريانو يسو يو بترو أمواوات من موتي الله ندوددو إناك علم الشي هنا التانية موت المؤمن بعرق الجبين عند سو سيموت ببزو لاب كموتي يه يحسن الخاتمة ملكتنو لاب زن بلو درك بلو سايهون لاب بلابي هنا بفيتو لا بيوتال ببتو لا بيوتال بدرتو لا بيوتال سنته بقى لك وهند اتقوا لا بلابس هو سيموت يه يتملك حسن الخاتمه ملكتنا والو واكبر دليل تملك مسرجا يا نبياتن امامات له النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرق عند موته وكانت قدح تبل عائشه خرقة وتمسح وجهه صلى الله عليه وسلم سبات مهنو لا سدس سبات مهنو سيني نبر وها مولتو عائشة الزاج أرقية سكباج يا نبيات شنفيت ستة درك اندقنا يفلال ستة درك بوهارقة ستة طب اندقنا لاب 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 بزارو يموتو نبيات صلى الله عليه وسلم استي وندموشنا هتوش حقيقة يا نبياتشن أموامات إني مسمه دسيلينيان لمن دسيلينيان مسلاتشو
የነቢያችን አሟሟት ካወቅ አንተ እንደዚህ አሟሟት ልትሞት በጣም ተስፋ ታደርጋለህ። ሁለተኛ አሁን የነቢያችን እንዴት እንደሞቱ ልገልጽ ነኝና እስቲ ባካችሁ ኮት አድርጉት። ምንድን ነው የምናገኛቸው ፋይዳዎች ከዚህ? እና ያሳዝናል እንዳንል እንግዲህ ነቢያችን ሰለላም የሞታቸው ጉዳይ ቀጥታ ወደ ጀነት ስለሆኑ በልጀነት ሳቸው ስለሚከፍቱት يعني هنيئا له والله ጥሩ ነው ምንለው ሞታቸው አዘን ነው ላኪን እስቲ እንመልከት እንዴት ሞቱ ነቢያችን ሰለላም بسم الله استكنبر يا اخوة ما رأيت احدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي بكر الصديق نبياتشن كتفتر جمرو اسكهون درس ابو بكر عمر اللي عثمان اللي يعني شحبه وشانو تابعه وشانو اسكهون درس قن مسفري عنا ملكي عيل اللو فكر عند ابو بكر الصديق عليهم لنبياتشن ነቢያችን የሚወዱ የነበሩት እንደ አቡበከር አልታየም። ልክ እንደ እንትን እኮ ነው የነበረው። ልክ እናት ለምሳሌ እናት አንድ ልጇ ስትወልድ ለምሳሌ ከአስር ዓመት በኋላ መሃል የነበረችው ሴት ከአስር ዓመት በኋላ ወንድ ልጅ ሲሰጣት በምን አይነት ነው የምትንከባከበው? ሱብሃንአላህ። ከታመመ ታማለች፣ ከተደሰተ ትደሰታለች፣ ካለቀሰ ታለቅሳለች፣ ካልተኛ አትተኛም። እንደዚህ አይደለም ደሞ ሁኔታው በደንብ ነው የምትከታተለው። አንዲት እናት ነበረች በአገራችን ወላሂ ከፍቅር የተነሳለ ልጅዋ ትንሽ ሰገራው ቀጠን ካለ ወደ ሆስፒታል፣ ሰገራው ወፈር ካለ ወደ ሆስፒታል። አረ እባክሽ ምንድነው? በጣም ተወደው ነበር ትከታተል። አቡበክር ለነቢያችን ሰለላም እንደዚህ ነበሩ። እስቲ ባካችሁ ተከታተሉን። የኛ ፍቅር ለነቢያችን ምንድነው? የአቡበክር እንዴት ነው እንበል። طيب كان يتابع كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم ابو بكر يا نبياتشن نجر كل كتاتر نبر وكان يعلم عنه كل شيء قبل ان تحصل ود نبياتشن يميودقو ادغا نو مطفو نو طرو نو كل كو نو جنا كمكسته بفيت ابو بكر يقوم نبر بمكتاتل كو نو عند سو بدنب برققو نجر كتكتاتل كو بزو نجر يقال انا ወደ ነቢያችን የሚወርደው ጥሩ ወይ መጥፎ ከመከሰቱ በፊት አቡበክር ያቀ ነበር። طيب يقول من كثره حبه ومتابعته كفقر يتنساكو له قبل موته ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ከመሞታቸው በፊት نزل عليه سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا من 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 ملكت الله يجي اذا جاء نصر الله والفتح يعني نصر كمتا دين كمتا بزو نصرنا بزو ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا يعني اهو نصر 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 دل دل متا ادلم دي سلاموچو اند غرف ود اسلمنا سيغبو كايه الى الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره بزو تسبيحنا بزو الله ما مغس ابزا بزو استغفار ابزا እንዴት ነው ምለው ሱራ አይደለም በሙሉ ሰሃባ እንደ ሱራ እንደ ቁርአን ተቀበሉት። አቡበክር ለብቻው እንደ ህፃን ያለቅስ ነበር። فتعجب الصحابه ما يعرفون لمن انه ابوبكر يميالقس وياكم ولكن هو ادرى بنبيه صلى الله عليه وسلم فلما سالوه قال هذا نعي لنا برسول الله يكو مردونو الله مردونم بلو مردو يعني ايكو الله مردو يلاكلنو نبياتشن صلى الله عليه وسلم ليموتو كونو مكنياتهم بزود الكو متا بزك يعني سلاموچو ببوزات ببزات نغر فور اسلامنا مغبات كجمرو كله نغر تستكاكلنا انت رسالهن دمدم رسالهن تچرسوال سلازي ودنيا لتمطا نو مالت نو بزي نو يفسرو تفسير الملك لك اندزي نو ስለዚህ استغفار ابزا يا محمد تسبيح تهليل سجود ركوع ابزا مكنياتهم ودنيال نسبه نو مكنياتهم دينو خلاص يعني ما شاء الله دلت قراص فوال يميل نو ان ابو بكر لك انده حصان يلقسلو سبحان الله العظيم اندغنا قتلو تنش قويتو نبيات صلى الله عليه وسلم ود حج متو اندنيا ما يمرشا حج يادرغوت نبياتين عند حج نو
حجة الوداع يبالان السوا بتشانش حج يدربو إن بحج بجبل عرفة إيالو بزونا قرنا برنبياتشن بسل بزونا قرتنا قرو كذابها لا عند آية وردتش هذه الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينكو تمموال تدمدموال بكا أبكا خلاص كذبها لا يميش أمرو ومنش أمرو دين يلم ملوهنوال يمي الآية سورد بردو سيدنا أبو بكر بزو ألكسي من دمو سيلوت دينو تجرسي تدمدمي مسحفو ألكسي بالكو نبياتشن لهدو ما نتكونو إلى سبحان الله ما يبكيك في الآية فقال هذا نعي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اندقنا ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وقبل الوفاة بتسعة أيام فقط مدينة بياتشو مدينة تملسو لما موتا تشوزت أنك أن بتشاك الروم على ثنو نزلت آخر آية في القرآن للا مجرشا كقرآن دمدق مرقا قرآن يعني زقتا مجرشا وردتشو آية بسورة البقرة يمتقنيو قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إن أنت سووش يا أمة محمد الله انفروا ياك أن ياك أن ودى الله مكمل لسبتك أن ما كان رسو يموتهك أن مالتنو يموتهك أن فروا زججة رقو لزاك أن لزا من تسروا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون من قديه يمشنيانو قديه يا الله يشنيانو النام استيل الزات يمتمتبتك أنسرو مكنياتهم بسرها بتفرد الله بلو آياس يا ورد برضو أبو بكر نفسه بزوالك أسي من نواله والله يتشيم مجرش آياسات ولا تكرم الله يعني يشنينو نبيون يشنين إنيان يشنين مشنيا يدرقنا ونا كهم بهلا قرآن يورد مسلمين سبحان الله العظيم كأنه أبو بكر الصديق عنده جهاز لها حساسية تقلت حساسية عند كلايمت لمش كلايمت عند منهم بالو يبرت برت يمسبو كلاميتا كلاميتا يلالو لكن ده زي بكا بلبو عند ماشين اللو عند رادار اللو كل ميا سوق رادار عند اللو رمي مسلو وقال صلى الله عليه وسلم يوما عند كان ده من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ونبر هنا يتناقروا أن عبدا خيره الله بين الملك والخلد في الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا مثل ما قالوا كونوا عند باريا قالوا سبحان الله العظيم عند باريا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام الله اسمرت أو بعد الدنيا لما نور تفلق الله تقرون رولا سنوره ويس ودنين دتمت تمرت الله بلو سيتأيب بارياو لا ودانتن اممت او بلو مرت ايه بلو انا قرالو بومبر هنرو اقلي علالو هل سو لكن دو نورمال اندى نورمال دعوة اندى نورمال خطبة وسدو ابو بكر لكن ده هتساني الاكسال من لو سيلوت ارى نبيات جن راسات شو كونو ويلان عبدا يميلو عند باريا الله اسمرت او يدنا نورو الشالح اللازل عالم دا نورو ويس ودى اخيرا للتهيرو دا الله سيلو لا 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 إني آخرة الله شالني يا رب راسات شو نبيات شن كنا شون أنت أتاكم من ده كذاب حوا تجرم من ده توه كانوا طيب ماني هون شلال أنا نبيات شن ماني هون هلال لم يفهمها إلا الصديق رضي الله عنه وبكى بكاء مرا طيب وبدأ الوجع نبيات شن صلى الله عليه وسلم قديم بمدينة ويعلو زت أنك أن بتشك الرجل لما موت لموتوا بدأ الوجع يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم همامو تنكر باتشو همامو بتقام السكاياتشو نعم فقال انقديم كالقا من نسات اكاتاتشو بزاك ان بزاك ان عند امستك ان سيكارو سيمو لموتو با عندت سيت نبارج مستاتشو ميمونة يمتبالو كنزا زيت انت سيتوش ميمونة يمتبالو يسوى لليت نبر بزا يسوى كأن نبرنا بسوى بيت نبرو يقول فقال أريد أن
أزور نعم مجمل عملالو أريد أن أزور شهداء أحد يا غزوة أحد يموتوا سبع شهداء وش النسل لما زير فلقان لهوانو ما تشنوي زت أنك أن لما موتسك أراتشو فراح لشهداء أحد ووقف على قبورهم وقال بكبراتشو هيدن 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 نبياتشن فقال السلام عليكم يا شهداء أحد أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أن أنت هيدا تشوال إنيام لندرساتشنو يعني إقراتشن تكترن لنمت أنو أنونا وإني بكم إن شاء الله لاحق أون بكر بغزي إنم ودن أن تلمت أنني بلو سلام أنو تبزا وهو راجع بكى النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن بتأمالك سنة فقالوا ما يبكيك يا رسول الله تملكته وندموج يا نبياتشن ما ننت أن ألوكنا منيا والله بتلينيا إنيا إنيا أزيا لنو أهم بزي زمن يلنو نبياتشن لنيا من دناتشو والله ألوكنا أهم يكبر شهداء أحد دعاء درقو ودبيتاتشو سيملسو عندو يدن الززسو على دلم فزز قالونا قوموا عند رسمتات يازو وين يعني ان من اللي بلاكوا فينت اندهونا سو قوموا فبكى لمو ألقسوا فقال ما يبكيك يا رسول الله من الناس نكسالوا قال اشتقت لإخواني واندموتشنا فكون قال الصحابة أولسنا إخوانك إني واندموتش عدلنا من دي قال يا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحابي إن أنتم ما يني باردر وش قد نيوتشينا تشو أما إخواني واندموتشيغن فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني بني آمنوا إني لم يكتنوا سايون على يونيم دوري بيتشانو محمد بن عبد الله رسول الله ببال نبرالو أمنوا تكتلون وددون إن الزهنة شون دموتشي إسكيوم القيامة عميمتو بنبي صلى الله عليه وسلم يأمن سو ساتشو يأمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتقت لإخواني نافقون وندموتشي اللهم اجعلنا من إخوانه يا رب كون دموتشو نبياتشي وندموتشي يا نبياتشي وندموتش أدرقن والله السكال وفقن نبياتشي قالوا اقلي ألالهم لكن نبياتشي صلى الله عليه وسلم يالاي يسو بساتشو يأمني يوددهاتشو يمكتراتشو وندموتشي نافقون يالوت إنيانا الله كان نسو يادرقن بيتشا طيب يهن كان بوهلا لدقى من لا تشوزت أين كان بيتشا نويكراتشو لموت وقبل الوفاة بثلاثة أيام أهنت أنباتشو بشتاو سوستك أنسيكراتشو لموت يشتد عليه الوجع وكان ببيت السيدة ميمونة ميمونة متبالو زت أمين يوم مستاتشو إزا نبرو كان واسل نبر فقال اجمعوا زوجاتي مستوشين استسبسبوا اللي يعلو تملكت واندموج ولدت مستيال لو سنت بالقناة يسرال كان دوا سوستك أني كويال كان دوا أندك أني كويال كان دوا ودان دوا سيهدي سماتال كان دوا سيهد تفيسات أتال لان دوا بق سيارد الله لزاد أمو من دنو دمت يارد الله تال ولا يارد الله تم يهن أين التوصلات شنا دلنا لكن نبي هاتشن تملكتو يمي فلقوت ودا عائشة بيثي لهدو يفلقالو ما نو مفكر الله تشو ميسو تشاتشو كالفكرو أي تشنون عجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يا ختام موال لمن نساتك ألقاي تشنون بيهونم زاد أني مستوش حق الله تشو زاري الزهنو نقزانو كنقود الزانو ياندي سيتك أن للي سيتك أن لمستتاي تشنون يسلك سال حقيقة تدن إن أهون هلا تمستي الله تشو استمت أيك أتشو سي أهون منالو اجمعوا زوجاتي مستوشين سبسبوا لنالو فجمعت الزوجات فسبسبنا متوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنوا لي أن أمرب ببيت عائشة ذاك شو تشك ما شو سبني أن يا مجر شهوتي إزا يا عائشة بيت هجي لتستمن تفقد الله شو بلو تطيب
فقلنا آذنا لك يا رسول الله فقدنا هل أذنا فأراد أن يقوم بدست أبقى قوما ودعا عائشة بيت لمهد سيفلقو تاكلا تشوفو سنت رقاتو سنتنو رقاتو بكندنو بكند ولا سوست كندنو بزا هدلم حجرات كونو كفل 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 نو بيتاتشو إنا كذابت ورزابت لمهد ألشانو النبياتشن فما استطاع فجاء علي بن أبي طالب والفضل ابن العباس ولتمي أقوتاتشو لجوشناتشو علنا فضل مبالو متنا فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وهلت قلناتشو تشكمواتشو فطلعوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة عائشة. نعم. فالصحابة أول مرة يروا النبي صلى الله عليه وسلم محموم لما جمّر أجزي كسلسة سوست عمت بهلا نبيات جنبه لتشو تشكموا أتشو لهيدو مجمّر أيّانا جونا صحابة وشبه منو دنقتو حقيقة دنقتو. طيب يقول ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك أتشو نبيات جنيالو يا بزالك سال با بزالك سال يا بزالك سال هلوم قصوم تشغلو ينال موتهم نبياتشن وتبدأ الناس تجمع بالمسجد سوتشو غرف غرف يمتو بمسجد ومسبع سب جمرو ويبدأ المسجد يمتلئ بالصحابة مسجد وقاس كان انتنو بك أملت مالت جمرة مالتو ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فيبدأ الرسول يعرق ويعرق ويعرق. شوف هذا المؤلف يمسعف يتسعفه سوست زين يعلو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرق ويعرق ويعرق يعني كأننا لليت سوست كأن كنو لاب 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 قول النبي عشان. وتقول السيدة عائشة أنا بعمري تقول بعمري لم أرى أي إنسان يعرق مثل هذه الكثافة ندزي أنا لاب كمان نين يوم سو أي تشالكم تلالج إنجدي لاب موت لاب لاب مهوست موت تلقوا يا حسن الخاتمة ملكتنا. فتأخذ يد الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسح عرقه بيده زيلا عندنا قد أفوت وندموج عائشة من تعرق عليك سيني عليك إذا برشوكو سيني منا من دزي وها مرتوان من تعرق عليك شرق تابت أنا شرقو ودوها تسقبنا كزكزي عليك شرقنا لاب بلاب هون والنقريف دنبارات شو فيتا شو بلاب نو يتطلق لك وارلا من تارق الليج بإجوا ساي هون بنبيات شن إج بإجا شو أرقا فيتا شو انتن تارق الليج يعني تتارق الليج اندزي. قال العلماء فلماذا تمسح بيده ولا تمسح بيدها بإجوا لمن انتن تارق بشارك أرقا بإجوا لمن أتدق الله شو لابات شو لمن بإجاة شو. قالت عائشة إن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب وأبرك وأكرم من يدي فلذلك أمسح عرقه بيده لا بيدي ألج بإجاة إجاة ما بتام ترى إجنو يا نبياتشن إج كريم مبارك شتو بتام كونجو إنا بإجاة شوارق. شوف الأدب يا أخي الأدب والله بإجاة وارقة يعني للتارق الله شو تشلالش قل بإجات شو لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأيادي ويد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك سلزي بزي أرق أنت تارق. تقول عائشة رضي الله عنها يهن نقر سادر انقريش تملكته ولا تكنو يكرر شو لما موت. تقول عائشة يهن نقر وها يدركو لابات شو ست أرق كنت أسمعه بجوري سبع نبر يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرة أرى أنتنو الله لا إله إلا الله موتم كان سكرات اللو موتم كان شنك اللو شقر اللو سكرات الموت اللكا إلى اللو لا إله إلا الله إن للموت لسكرات هنتك زيالو والج. فكثر اللفظ أي بدأ الصوت داخل المسجد يعلو يهن قرسي سامو بمسجدو بتأم شاش أثاب الزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا من دم بمسجد بزو شاش أثنا بزو دم سم سماوالو.
فقالت عائشة إن الناس يخافون عليك يا رسول الله يعني أنت تموت باتشوك ونوية بتقام فروا عليك فقال احملوني إليهم وندوش ترينا يشكمون تشكموا ودى مسجد يسدوني عليه مسجد الزاك ونو بيتنا مسجد عندنو بمسكوت مسجد التايل أنا علي متى الفضل متى ሌሎችም ሰሃባዎችም መጡና ነቢያችን ተሸክመው እንደ ህፃን መሞት የቀረበ ሰው ተሸክመው ወደ መስጊድ አስገብተው በወንበሩ ላይ አስቀመጧቸው ማለት ነው طيب ከዛ በኋላስ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يقوم فما استطاع فصب عليه سبع قرب سبات قربا يهل وها بسونتاچو ላይ አጥለቀለቁት ምክንያቱም لاب بلاب هنو تكسات بزابات شو انا قرب مالات يعني هي مش شكمو قرباسة هون يعني الله دل امتنانش انتنو وها 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 فسسبات شو مالتنو احيانا يفيق واحيانا يقمع عليه انا نقزي فينتي هنا اللو نبات شو يستالو انا نقزي رمو ينسالو يعني ينكالو وصعد به الى المنبر هون تشكمو بمنبرو لاسك امتوات شو فكانت اخر خطبه الرسول احبائي وندموج اهتوج الزه لاي هلت اقراتشو رقاتو الزه اهوني ملو نقر والله والله ازاك امي درسية تشرسة بلم يتشالان اهوني ملو نقر بزيه مقومنا درساتشن بزيه تدمد دمي السلام عليكم بل والله يقبوال من دنوسو فكانت اخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان دك اللي موتونو لما قستو ينقر بأهود نو يموتو تسنينو بأهود قزي بأهود كان بتعامت أنباتشو سوناتشو مجأر رشانا بخطبة هنو يتناقر واتنققر فكانت آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات له صلى الله عليه وسلم دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس نا من قالوا أيها الناس كأنكم تخافون علي قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا موعدكم معي عند الحوض والله لكأنني أنظر إليه من مقامي يهر لم يفلك ورنانت لما سلال في هذا اللم نا من قالوا تفرال لا تشند إن دالموت أو إنكو كنانت قال لن كتروا بالدنيا دالم من أنت قطراتك بحوضنا وحوضك الله شو يا نبي أنت لك بحر الله زا بأرض المحشر كأز كبردومي كأز كنترو كوتت يم النج هنا ندوتت إنك كمار ولا لا ميت أم الله رنم حوض النبي صلى الله عليه وسلم الزنا من مجنان على شواته أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فأهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم ثم قال انقديه يهنقوا انقديه بتآمن تنملو نبيه شساء سلم يتناقروات قالنا دقاق من لما نقري فلقوت مجأرشا روحات شو لموتات عند سآت سكارات شونو مجمرا بخطبالا تناقروت اندقنا بيت هيرو تناقروت سوستنيا روحات شو ستوات آية تناقروت عندك أنو منالو يقول الله الله بالصلاة الله الله بالصلاة أيها الناس ولا تنزيد القموات يعني حلفتكم بالله حافظوا على الصلوات الخمس النزي صلاة شباكات شو أدران وملات شو بصلاة مجعوت بس لمن أدل اللوم بصلاة 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 يالو روحات شو يوت أو صلاة صلاة يالو نو فظل يرددها ثم قال أيها الناس اتقوا الله في نسائكم دمو كسرات مهلا منالو النزي كنان تقالو مستوش أباكاتشو أدرا أدرا اسربيتنا يقالو بانت اسر مالت الكوسيت اسربيتنا يقالتشو سنزي بعهدنا بكال كداني يوسد كاتشو يوسداتشو تنسا أدرانو ملاتشو نتشو تباتشو رحيم هنو روح هنو بمستوشاتشو إلى أنه وصيكم بالنساء
أوصيكم بالنساء خيرا ثم قال أيها الناس إن عبدا خيره ولتني رقم الدموي نقر إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فما أحد فيهم من هو العبد الذي يقصد به سوتشو أهوكم هونم أهوكم إن إلا أبو بكر الصديق. طيب يقول فلما سمع أبو بكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمالك نفسه فعلا البكاء مع الشهيق والزفير أهون ين قرسي سما سيدنا أبو بكر الصديق ترى القصوى لم يعلق أسو يعلق أسو شهيقنا شهيقنا زفير يعلونه من له شهيق زفير يعني تنفع شو ولا لا يسيوت دمس يا وطال ولا مستسي سبو دمس يا وصال ينو شهيق زفير يمبالو وفي وسط المسجد قاطع الرسول صلى الله عليه وسلم اهو النبياتين يتناقروا بخطباتشو يتناقروا انقدي سيدنا ابو بكر الصديق راس مقطع اطراقاته اقاته تنقطقت انا كذا بحالا من علاچو فديناك بابائنا تملكت ينغغر خطبه يدربو اقوارطاچو فديناك بابائنا اباتوچاچن بمولو يانتن فدا يهونو مما تو ينتن فدا بما ادني مندنو ميبالو وندبوج يعني باباتي هنو اباتي كانت بفيت يموت معناتنو فديناك بابائنا بنغراچن انه انه ادل فانت مندنو فديناك بما ادني الله فديناك فداء مالك ايش المهم قطواچوان فديناك بابائنا يا رسول الله فديناك بامهاتنا يا رسول الله فديناك باولادنا يا رسول الله فديناك بازواجنا بازواجنا وباموالنا وفديناك بانفسنا قالوا نبي سيدنا ابو بكر ويردد ويردد فنظر الناس الى ابي بكر مغضبين سوتشو بتقام تقطوا بابو بكرنا كيف يقاطع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب نبياتنا يتناقروا انديت ابو بكر بمحكل قبطه يناقر على له لكن ابو بكر لك نفس ما قطعت ارنبي عليه انجي نبياتنا صلى الله عليه وسلم سيناقروا قنبس بلو اينو ملتون كوان نبياتنا ايتوا اهاكم نبياتنا سيناقروا زم نبر يميلو 23 عمت كساتشو غاسينور አሁን ግን በቃ ያኒ ይሄድኩነኝ የሞትኩነኝ ስላሉ ነብይ ሰይድና አቡበከር በቃ ቁጥር ሰውነታቸውን መቆጣጠር ስላቃታቸው ጭንቅላታቸው ሳቱና فديناك بأبائنا وأرواحنا وأنفسنا منا منا له فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس فما منكم من أحد كان له عندنا نا سوچو በአቡበከር ተቆጡ ለምን ነብያችን የተናገሩ ይናገራል አሉና لكن ነብያችን መስ ተመልከቱ ايها الناس فما منكم من احد كان له عندنا من فضل ان انت سوج كلكم لن يطرو يدرغاچولن طرو نغر ملش يالله طرو نغر يدرغ يدرغاچولن بطرو نغر ما يملس كلكم الا كفاناه به الا ابي بكر ابو بكر نو ينيان مكافاه ينيان كفيا يالاغني ابو بكر يميغباو كفيا يالاغني منا فلم استطع مكافاته فتركت مكافاته الى الله تعالى عز وجل ان يا ابو بكر كفيا بفردوس الاعلى الله يكفله انجي ابو بكر لن يدرغوا من اينت الكفلكم مالك طيب فقال كل باب يعني كل ابواب المسجد تسد الا باب ابي بكر لا يسد ابدا قالوا يعني يا ابو بكر باب ينبال نبر اسو بቻ يكفت انجي بمولو بابوش يعني شفنوتني زغوتالو ثم بدا يدعو لهم اهون انغدي مقرشا قنج اوحد نو نغلي موتو نو طوات صلاه الضحى يسجد سو نبياتين لي موتو نو بدا يدعو لهم ويقول اخر دعواتي قبل الوفاه حفظكم الله أصحابي نصركم الله ثبتكم الله أيدكم الله وآخر كلمة قبل أن ينزل عن المنبر موجهة للأمة على منبر
أيها الناس اقرأوا مني السلام على من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة ولم يرني دقمون دقنام الطاولة مجان مجرش كوانبر كمولو داتشو بفيت إن أنت قدني أيها الناس اقرأوا مني السلام على من تبعني إن ينو إن ين يتكتروا ساعين إن ين يتكتروا من أمتي إلى يوم القيامة وحمل مرة أخرى إلى بيته أهون أهون كأنو تشكموا ودى عائشة بيت وسدوها شومات نوم دخل عليه وهو بالبيت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق يعني عائشة وندم يا أبو بكر الصديق لج عبد الرحمن بنو ودى الزاقة بامات نوم مكناتهم إزا كفلو عائشة نبرج أن الصحابة نبرو نبياتشن يموت سكراتي يا هذا شونو أبو عبد الرحمن قبنا كذبوا على نبياتشن لما نقر أكاتاتشو لما انكساكسات أكاتاتشو قن بأيناتشو ندزي هرقو أيناتشو تنشا انكساكسونا ما ننسو ألترداو لكن عائشة ترداشي هنقر من فلقونو نبياتشن سواكون يفلقان من دون سواكو عبد الرحمن بإجو سواكي زو نبر أن نبياتشين بتقام سواكي ودالو يترس ما فاك يا مالتنو أيوتنا بعينات شوه تطو سواكو نايونا عائشة من عليك سواكو فلقو كونو عليك فقالت عائشة فهمت من نظراته من نظرات عينيه عينات شو بتشاساي سواكو ندفلقو نبياتشين أوكو أنه يريد السواك فأخذت السواك من يدي أخي فاستكت يعني كعبد الرحمن وندمي سواكن وسدكنا فاستكت به يعني إني راسي بافي أستبتشي أن يكت سواكن أن يكن يكرجي بقى على سلسكتنا أو وضعته في فمي ومضغته يعني بترسي أرجي أن يكن يكرجي تالي لكي ألينه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطيته إياه فكان آخر شيء دخل إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريقي وريقه ينمرك مجرشا نبياتشن ينمرك بأفاتشو تكالاكلونو يموت والج بتقام تكربت ينبرو بالزهنو فتقول عائشة كان من فضل ربي علي أنه جمع بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول لك تملكته مجمرة درجة يترس ما فاكيا علم كتفترت اسكهم درس عند نبياتشن يتتقم بك يلم نبياتشن صلى الله عليه وسلم كنت آتي متهل مطفوش اتاك شتتاتشو عند متسو انتني ايودم نبدا سلزي ايه موتو ترس ما فاكيا مطوالي سبحان الله العظيم بنيا سوا هم هنا تورسو سوا ترس ما فاكيا عدرقو يماك سوا لي سيتم وندم بزي باستا ماكروني بلال بزي زغني بلال بزي قيوط بزي انجرا بزي فواكه بزي بلو يادرال بزي بلو يولال سبحان الله العظيم كان من فضل ربي اذا ثم دخلت ابنته فاطمه بزي انداله نبياتين بتام سكرات الموت يسقايو فاطمه جباتش فبكى عند دخولها جباست الود بيت علقسج بكت ليش بكت لمن علقسج لأنها كانت معتادة كلما دخلت على رسول الله وقف وقبلها بين عينيها كل جزئ ونبيتها تشو ستقبع ونبيو بيت ستقبع فاطمة نجاه تشو بتقبلوا إن السنة بزي بهلت أين ومهك لسموات نبر ولكنه لم يستطع الوقوف أهون قل تشهال أنه خلاص منهم نقرأت شالوا منا بقى بأينات تشو بتشا أيوات فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ستة لكسة سموات من قالوا يعني اذني يا بني اذني يا بنيتي يا الوات يعني ليج استقرب لي ودني يا فاطمة اذني ودني قرب لي فهمس لها بأذنها عند نقر بجروات على عند نقر نقروات فبكت على كسة شاول ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية اذني مني يا فاطمة تنشك ربي أهونم فهمس لها مرة أخرى في أذنها فضحكت فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نبيات شنك موتوها لا يهنتت أيكج ماذا همس لك فبكيتي
وماذا همس لك فضحكتي يلكشونا انتو يساك شبت مكنيات من نبر بلوسيت ايكوات. قالت فاطمة لأول مرة قال لي يا فاطمة إني ميت الليلة زهري لموتني بالزهنة ليت لموتني يعني. فبكيت ولما وجد بكائي ينين قصص يا نبي صلى الله عليه وسلم رجع وقال لي أنت يا فاطمة أول أهل لحوقا بي أنت كنبها لا كتا تكتل مهد بموت أنت نش بزوء التقويم إنين تكتلش يعني بسدس ورنا يوم تشو وندبوش نبياتشن كموت بوهالا كسدس ور بيتشا قويتا فاطمة موتشنا مجمرة كأهل بيتي يمي كتلن أنشنش ألوات عندما من ألوات أنش سيدة أهل الجنة بجنة يالو إما بيتوش يمي بالو سيتوش أنش أندوانش ألنينا ساكوالج. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا من عندي أهم متمت أنجري سنينوي طوال لهلهم زين برو صحابة إمي ألقسوا إمي أزنوا منامن هلهم يوتوالوا أصوتوا أتشو ما نكره عائشانا نبياتشن بيتشا كره فاطمة موتاج عبد الرحمن وطا للا صحابة وطو بكفلو فاطمة انتنو عائشانا نبياتشن بيتشا كره. ثم قال اذني مني يا عائشة عائشة الوات كربي ودني ودسو ودساتشو كربيتش راسي بأكفش لا أرجي الوات ساب برجع يا نبي أتشن راس بأكفوا علي أكف هذا الرجتشو ونام على صدر زوجته عائشة إن راساتشو قدم مرجو بأكفوا علي تنيو. فقالت عائشة كان يرفع يده للسماء بأكفي يا لو نبي أتش سال سلم بين الصحر ونحر يعني بقول بدرت واي تنيتو يا لو إجاتشو ودلاي يوتو يقولوا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى إلى أنه نو 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 ودى سماء الشالنيال ودى الله الشالنيال إيانو إجاتشو امتنى ملك كتنبر. فعرفت من خلال كلامه أنه يخير يهن إجاتشو أنستو بل الرفيق الأعلى رفيق الأعلى مالت ودى الله ودى سماء مالتنو ودى سماء الشالنيال الدنيا الفلقم إيانو إجاتشو يانسو سنقروا من دون يوكوانو أندسو يانقراتشونو بياسب قالي أنه يخير بين حياة الدنيا والرفيق الأعلى ونتوانو ينقر مكناثو مرسو يسماش نج من الشالة هالسبال لا 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 جنة الشالة ندمي بال ينقر سسمالج. فدخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل هوي متى وقال ملك الموت بالباب ملك الموت بعد الجاف برع لنا ويستأذنك أن يدخل عليك فكادي يالنو نبياتشن فكادو اللات ملك الموت مقتوال أنوثنا ألاتشو نبي جبريل نميال أمي لاتشو. فقال له إذن له يا جبريل فكادي اللات ألونا ملك الموت قطة. ودخل ملك الموت وقال السلام عليك يا رسول الله أرسلني ربي أن أخبرك بين أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله يهن قرس يسمونه لا لا بل الرفيق الأعلى يعني. الله كلاك سلامي لها الله سبحانه وتعالى لتوه بعد الدنيا لتكمت لذا الألم ويسود الله تهدى له بلوسيله لا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ألو مالتنا. وقف ملك الموت عند رأس النبي ملك الموت عزرائيل بنبياتشن راس لايك أمي كما سيقف عند رأس كل واحد منا لنبياتشن يتقنيو بنبياتشن يتقنيو ملك الموت متو براساتشو يقومو بهلاتشن يقومال بهلاتشن يوم لنبياتشن سلام عليكم فقد لنبلون يقبا لن ينبزيه اللم زنبلو قبتو براس لاي قمو روحن لموسد متهون من البك علينا يلم. وقال الملك يعني أيتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راضي غير غضبان بنو روحات شو والسادات مالتنو. تقول السيدة عائشة
فسقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم وثقل رأسه على صدري يعني إجاتشو ودكو هلتو إجاتشو ودكو نبياتشن راساتشو لكن دترارا كبنين يليج فقد علمت أنه قد مات إني سوف سموت أي تشالاكم لما جمراك زينونا نبياتشن اندموتو أوكو وتقول ما أدري ما أفعل من دم ما كأنيم يعني جرام يعني لا يتاش لما لا يتاك أثني عليك ما أدري ما أفعل فما كان مني إلا أن خرجت من حجرتي كذاك في الوطه يرتك وطه إلى المسجد حيث الصحابة ينتظرون صحابة يتبقون أتشو يا نبي أتشو هنا تاني أوكو وقلت مات رسول الله مات رسول الله مات رسول الله فانفجر المسجد مسجد فندى كل بالقصو لكن بهس أم بالقصو فهذا علي بن أبي طالب مجمر علي بدجاف هنا يتأبق نبر علي نبي علي بن أبي طالب عشان يتأبق نبر بدجافنا أغنياتنا أقعد من حول الخضر كما ينبرو دب له بك أودك ودك أنا بك أودك لك بريء بدن دم التتارد أنكتكت أنا ودك وهذا عثمان ابن عفان سيدنا عثمان بن عفان متانا يا عثمان بلوت كم فروية انكتكت من ريال بك الكتن بأبدوني كالصبي لك عند هتسان يأخذ بيده يمينا ويسارا وهذا عمر بن الخطاب سل سيفه سيدنا عمر متانا التوات الله شوم محمد يموتم عليه رسول صلى الله عليه وسلم يموتم من قال أحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والله سأقطع رأسه بهذا السيف بس في رسول قرط له نبياتشن الموتم إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه موسى الأرباك أن هدوال نبر ولا الله نبياتشن اندزي نبي الله اللي ما بنته عندي نبياتشن الموتم الموتم بلو يسيج أوه نعم كان أبو بكر سبحان الله سبحان الله يدمو بتعمي مقرمونا قرروا أبو بكر الصديق نبياتشن تامو يالو يا جماعة مستوش يالاتشو والله العظيم من لبلاتشو نبياتشن تامو بموت دجافي يالو أبو بكر الصديق قلت مستوش نبروت عندوا بمدينة نبرج عندوا كمدينة عند كيلومتر راق بلا نبرج ياتشي بمدينة كمدينة عند كيلومتر راق بلا نبرج ومستاتشو يسوانا ليت سلهوني ساسفكدو بزي بمدينة لمكرس لما يتشلو السؤال لما يتهدو الساتشو كزام استيالو نبياتش موتو نبياتش سي موتو أبو بكر النبرو يزاتش سيت حق لما تأبك سكس دل فلقوا عدد لهم واندموش أبو بكر صديق يعني قنية فلقوا عدد لهم لا ليلي تواصل هوني بزاك زي موبايل يلم سلك يلم انترنت يلم من يلم هيدو لما سفقد بلو سيهد نبياتشن بمن قد لا يموتو زي فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مت قلنا أبو بكر قبو نبياتشن الزا رساتشو الزا تكمتوال ما ننسو الدفرم ولا نبياتشن لما قبات ما ننو يدفرو عائشة طلا هيدج علي يالك أسنو عثمان بقى فين تهونوال عمر لكن دام بسا يزورنو ما ننو نبياتشن متهمين إيالنو منظر منظر يعني وليتو بتقامت اني اساسنا وقال ابو بكر متى حبيبه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وخليله بتقامي موداتش ابو بكر متى انا كذا بريس هاولاي قنبس بلو بزاب قنبراتش وساماتش ونا وقال وا خليلا يني فكر وا حبيبا يني وداج وا ابتا اباتي وندمي رسولي نبي حبيبي إيانو وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقنبرت سامنا وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله بهوته ترشتو نبره كما تكبو هلام اندقنا شتو بتقام يا مارو هوني طبت حيا وميتا يا رسول الله أما الموتة الأولى فقد أصبتها ولا جنة متبكات موت والتهبات خلاص أهون
ጥሩ ነገር ነው የሚጠብቀህ ያ ረሱላህ فخرج ابو بكر رضي الله عنه الى الناس وقال من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي باق لا يموت ثم خرج نعم ثم خرج ابو بكر اهون انجدي محمد يميجزا ينبره محمد متوالى لابو بكر يا محمد الله يميجزا ينبره كن هو حي لا يموت ايها الناس محمد الموت متوالى من تلو سوج محمد متوالى سن سيدنا عمر بن الخطاب يازو سيف كاجو ودقه تنبركه توبه عليه كذا بحالا بقى نبياچن دموتو تاوك معناته هذه هي النهايه يا نبياچن مقرشاه ينبر فكل من سمع هذه القصه ووجد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ين قصه يسمى نبياچن يميود كونه باونت فعليه باشياء يزي يا نبياچن فكر عندند نجر كانت يتطبقال مندناچو كثره الصلاه عليه بزو صلاه اوردلاچو صلاة على النبي يعني اللهم صل وسلم على محمد هنا الثانية زيارة مدينته إن استطعت يعني تشيرك هنا مثلا بسعود عربي الله تشو بيورو بيهو لتورو كبرات شو وي مدينة انتنا شو يعني مسجدات شو يهدك زيارة درق الله تشو صلاة الثانية اتباع سنته وطاعته يا نبيات شن سنة يا نبيات شن تئزاز مكة تلقو يفكره على معنو إلى اللو أراد تنيا دراسة سيرته ينبياتشن تاريخ بدأت بارقه ماوك تلك انتنو أمس تنيا والدفاع عنه يعني نبياتشن سيكواششو سيسدبوس ويم زنبلو سياشوفو باتشو يانتن فداء يعني هوتن بتسات أم سيانساتشو نو إلى اللو إذن يهن نقر كادرك يفكر ملكتنو ኢላን ኢንሻአላህ ስለዚህ አሁን የነቢያችን በዚህ ሰአሰጥረ ምን ላለው ሁለት ነው የተቀሰኩት አንዱ ላኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱላህ ብሎ የሞተ ትልቁ የሁስነል ኻቲማ ምልክት ነው ብያለሁ ሁለተኛ በጣም ያስረዘምኩት በላብ ሆነ የሞተ አንዱ በጣም ትልቅ እንትን ነው አልኩት ምልክት ነው ሶስተኛ الاستشهاد او الموت في سبيل الله بسلمنانا بكفار طرونت بمدرقة وغزوات بزا لالله بله بإخلاص مجدا عندو تلك حسن الخاتمانو أراد تنيا الموت مرابطا في سبيل الله بسبيل الله يده بات تقدلم الموت يعني زنبله بتموت الزا يعني ده سيف سايحون انتنو زنبله الزا تامه بتموت بزا في سبيل الله أنت شهيد نوم التبالو أمس تنيا الموت دفاعا عن نفسه انا تلقوا يا حسن الخاتمه ملكت امسنياو مندنو عند يعني شفتها متتو وين بتام زراف يميزرف سو متتو لجدنه سيفلق تكلاكل كموتك سو لجدنه اللي متتو انا راسين دفاع لمارق ستكلاكل كجدله شهيدنا او مالك وين جنزبن لمزرف بلو جنزب ستين بلو امبي ستلو كجدله انت شهيد على ما بتقام تلك ملكته حسن الخاتمه او اهله وين مستهنا يا سيد الرجوج قالوا انسون فلقوا بالبنا لمارك بلو سيمتا لنسو ستمكت الناس تكلاكل كموتك ين تلقوا يا شهادانا يا حسن الخاتمه ملكتنا سدسنيا الموت بذات الجنب سبحان الله الله انت تشرنا والله رهرهنا الموت بذات الجنوب ذات الجنوب مالت عند بتام اسجنا اكسيدنت يهونو بشتانو ذات الجنوب قالوا وهو التهاب يصيب الجنبه او البلورا بلورا يبال ما ادري ان انت تاكلوا عنال بلورا يبال عند اكل على بسامبا محكل وهي غشاء مزدوجه الطبقه يحيط بالرئتين ويفصلهما عن جدار الصدر يعني ان زي دكتورك يقالوا بولت سامبانا بلب محكل ياللي عند بوتا نو السو باندبت يا محل طروت تقوينا كذا بهلا السو مندن ميارغو تنفس يزغال يقول وتنزلق طبقات الجنب بنعومه احداهما
فوق الأخرى أثناء الشهيق والزفير ستتنفس تنفس زقت تلال أنت بشتاء يلهم كذا ما فيت أفتام ممكن من معنى تلهم قل عند بت أكسيدنت اللي مت أنا ولا تسام بعد زقة ما تنفس أكاته مما يثير كل الهواء بالدخول إلى الرئتين والخروج منها بكل سلاسة لكن عندما يكون الإنسان مصابا بذات الجنب فإن الالتهاب يحول دون حصول هذه الحركة الناعمة فتحتك الطبقات فوق بعضها الأمر الذي يسبب ألما شديدا في التنفس عندبت مبزقت بلو سامبزقت بلو ما تنفس يا كذا بزي كموته شهيد نوالو بزي أنا تبشتا موته شهيد نو طيب كذب هلا الموت بالطاعون كوليرا متى بسوست كان تكمات تكوسات تكوسات أرجو إني قدل دمو شهيد نو تمام الغرق يعني ببحر وين بعند وانز من ساوك إزا ستمو غرق معناته يعني إزا بقى بوها واستقبتو كموته شهيد نو حسن الخاتمة نو أو الحرق وين ببيت إسات تلوكوسنا إسات سكات أطل نزي بإسات كموته يهم عندنو السرنيا الهدم أهم بسوريا من نايو تهالاتشو دهنان بلوه أنت كريجو تشوغا ببيت تكمت تنيت تهي الله بمبي يلقق بهنا وهم عند ايرثكويك يمطال وهم عند نغير يدرغنا بيتو يفرسال براسه لا يفرسال براسه لا سيودك بزاي موتو بمولو شهيدوش ناتشو يلال يمچرشو 11ኛ موت المرأة في نفاسها عند سي ستولد يمولد بشتا بتام اسقايوات بزا كموتج شهيدا نچالو الذي بمولو حسن الخاتمة يطرو امامات يمياملكتو ناتشو نعم يهن كالكو عند بورشن لنجمرنا كذا هلا مايك لنا انت اللي تونج سو يوم متوال بقى بزام متوال بمشتانا وبتقيتنا ويم فرصبتنا وبقسا تقاتلونا من موته مجمر يا من نادر قوم دنو ما يفعل بالمسلم اذا مات صحيح لأوروبا اللاتشو سوم سيموت أيتاتشو تاك اللاتشو النموت أتايو بهوسبيتال ما ميموتو بيوم سيموت تاتمونا ميموت اللاتشو مسالي إزي كفلق إياموتا لما يتي تشالال كموتبو علام تاتمو الله راسه تكفنو الله راسه راسه نو بقرقوار يمتك أبرو عندنا أنت بقرقوار أن نغزام أن نكرايم جاهز ريدي نو بيكنو سلاسة أربع قرقوار يكفرال يمولال لما قستوم اندزي من قستونو انتني متكفرو على كل حال عند سو سيموت من دنو متارق اللات قال العلماء اذا مات المسلم سنة بمجمرة درجة بمجمرة اهون يجوز من معرفنو يجب من معرفنو يستحب من معرفنو يسنو من معرفنو اندزي ارات كوك اتشبه على نو انتن يجوز جواز مالت يعني يبقى لي هون المالت مو يمارق يتشالال او يتشالال بديناتين يتشالال يجب مالت قل فرض نو مارق اللبه يستحبو يوددان مالت مو يسنو سنة نو مالت مو سنجمر اذا مات المسلم سنة تغميض عينيه مجمر يا ساي برد ساي كزكز عينون تبك ارقه تشفر والله تزقو الله عينو ويدعى له بزاق زيكور نو دعاء ترقلة الله اللهم اغفر لفلان بسمه اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره قبر بتأمس فالت برحان اسقبالت قفرلت ونور له في قبره واخلفه في عقبه في الغابرين يتواتشو لجوتشنا مستجمو بركة درقاتشو يعني صالحو شادر قلاتشو واغفر لنا وله يا رب العالمين لن يوكسو شمر يعني اغفر لن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه طيب ايه مجمرة امتارقون قدي من دنو عينون تشأفنون اندازي تاتبقوا الله كذا دعا ترقلت الله ثم يشد لحييه بعصابة يعني رجم تيم كاللو بشارك ارقه تاسروا الله اندازي تشبت تارقوا الله ويخلع ثيابه
የነበረው ልብስ በሙሉ ራቆት ታወጣለ ወይስቱሩሁ ላኪን በአንድ ሽጎማ ነው ወይም አንሶላ ወይም አንድ ጨርቅ አርገ ተሸፍኖአለ በራሱ ላይ ታወጣለ ግን የነበረው ልብስ ኩን ታወጣለ طيب طيب ثم يغسله አሁን ታጥበዋለ وتسن المبادرة بقضاء دينه بجمر يتكفنو تسجدلت قبر سيغبا وين كمغباتو بفيت مجمر يمتطيقو اداء الله يلو يه يموت السنه نو بنيا يموت السنه نو جنا تكفنو انديوم سايقبر نو سنه والو اداء الله يلو الله سنت عند شبر اندزي اندزي تواطو تواطونا عند شبر تكفلالو ከፍላላችሁ ከዛ በኋላ ቀብር ሲገባ ነፃ ሆኖ ይገባል ማለት ነው በእዳሚ የሚናገር ሰምታችሁ ታቃላችሁ ወንድሞች እስቲ በአላህ ልጠይቃችሁ አንድ ወንድማችን ወይም እህታችን ስትሞት ሬሳው ታጠበ አልታጠበም ተደፈነ አልተደፈነም ቶሎ በሉ ምን አምጡ አምቡላንስ አምጡ ይሄ ነው ጫጫታ እዳ አለው ወይ ስለ እዳው ምን እናደርግ የሚባል ጥያቄ ሰምተን አናውቅም እሺ እና يقول تسن المبادرة بقضاء دينه وتنفيذ وصيته وصياك تودمو مجمرة إذا تكفلو وصيا دمو اللو اندزي هادر قولي اندزي هادر قولي وإسراع تجهيزه كذابو هلا لما دفنت هيدا لك كذابو هلا كنو إذا كان لو كتكفل بغالا اندقنا وصيا كان لو وصيا كتفتسمي أهون لما كبرت الزقاج جالة والصلاة عليه ودفنه في البلد الذي مات فيه بمثبت كتما بكبر طرنو بزا تكبروا عليه ويم وصيا كان له والله اني اهون لغوادنيوچ نغرياچو الله اني برياض نو يالو باكاچو اني كماتكو بمدينه وسداچو مدينه قبرون دي يالو غيري الله كوفقاچو يادرغالو كهنه دمو ارا باكاچو كل اجر كونو زي قبرت لبال نو اني كن وصيا يسطوت بمدينه قبرون ويجوز لمن حضره ولغيرهم كشف وجه الميت دمو يموتو سو كتكفن بهالا كتاطب بهالا فيتون تنش تكفتنا اناتو اباتو وندمو غادنياو ميستو لجوچو متو ليسغوت يچلالو وتقبيله والبكاء عليه يعني اند سو ميستو عليه لجوچو عنو تنش امبا ياسوطو بلا بيانقسلت من ما دلم طيب يجب قضاء حقوق الله يا الله الأداة كان له مثل الزكاة مثل النذر يعني صلة كان له زكاة كان له كفارة كان له نعم ويم حج كان له يهن نجر ما درج يبقى كتدفن أبو هلا غنزب كان له زكاة أوت على أوت أم بلا كت أيكو صلة نبرو أو نجت شيء كان له صلة نبرو من دونه أمس شبر ويم هلا تبقى أوتوت حج الحج جم ولا عند غزي الحج جم حج جلت بغنزبو طيب كذبوا هلا وتقدم على حقوق الورثه يقول لنا يالنواهم وراشهو غنزبو كما كفافلاتشو بفيت يميهونو ناتشو يورشاو غنزم يميكفافلو مجرشا نو اداو كتكفله حج كتدرغلت انتو سلت كانلو اندغنا وصيا كانلو يعني هنو يهن نغر كاكاتته يتقرر غنزب نو በእንትኑ በወርሻ የሚሆነው ግን ይሄንም የሚጠይቅበት ሰው የለም ይሄ ነገር በእውነት በእውነት ወራሾቹ خلاص የተገኘ ያሉ በሱ ብቻ ነው የሚሄዱ تمام طيب فالله قالوا نبياتنا فالله احق بالوفاء بل دين الله احق بالوفاء قالوا نبياتنا مجمر يا الله الادا مكفل አለበት እንደ ዘካ እንደ ስለት እንደ ከፋራት ከዛ በኋላ የሱ እዳ ከዛ በኋላ ወሳያ ካለው طيب إذن ونفس المؤمن معلقة بدينه يالو يا مسلم نفسك بإداو عند تنتلت ألشنج إداو كان تكفل إفويتا أياغن ينبك أبرو راحة أياغن ينبك أبرو يسك أيالنا مجمرة إداو كفل التي لالو طيب يجوز للمرأة أن تحد على وفاة ولدها أو غيرها 3 أيام ست دمو لجوا كموتي اباتوا كموتي وندموا كموتي لسوست كان تفقدالچ تفقدولتال حداد لتارق مندنو اندتازن يا هازن قنوچ اسك 3 كان كذا ايبلطم وعلى زوجها 4 اشهر و10
لبالوها قن أرات ورك السركن حدا انتن تارق عليك عدة تارق عليك والمرأة لآخر زوجها يوم القيامة عند السيد دمو لمش أرشا وبالوانو بجنة جنة كقباتش يمش أرشا بالوا السنو بالوا يميهونو بجنة لمسالي عبدو أقباتش تفتاج سعيد أقباتش تفتاج أبو أنيس أقباتش تفتاج إبراهيم أقباتش موتي أرلم نزيف التواج إبراهيم أقباتش موتي يمش أرشا بالوا السنو كذا قتلو كموتج إبراهيم ميسيت هنا لك بجنة ولدتم كقبو مالتنو. طيب يحرم على أقارب الميت وغيرهم النياحة إبل مالكس حرام نو وهي أمر زائد على البكاء نياح مالت يعني نبيه شو قال الكسو قد انبات شو نزر ينتبتبه ويعني لبات شن أزنوال أين شن انبايا وطانو لكن الله هذا الرجل نجر من انطروا مطفان الناجر مالو والميت يعذب في قبره بما نوح إلي عليه إن أنت سيتوش لزام واشو أقراتشون يكنت تباتشو منامن لبساتشون يكدداتشو يبلو يالك أسج سيتشالو ويموندم ذاك أبرو لا يهد اللي تاليه سويو يقول والميت يعذب في قبره بما نيح عليه ويحرم عند المصيبة لطم الخدود يعني قنش ان يمتها اندزي سيتوش اندم يعرقوت وشق الجيوب ويمدمو كيساتشو ولبساتشو يكددو وحلق يعني راساتشو تأقر يلاتشو ونشر الشعر كل هذا حرام نو يباح إعلام الناس بموته دمو يبقال يقال يموتوال بلو أبا أقراش اندم يدرقو بريديو بيهون بريديو يقال يليج موتوال بزي أقر بزي كبرال منام بلا يعني نعيب بالاني يهن مالت منو مال اللي مسلمنا نعم ليشهدوا جنازته مغنياتهم كان تنقره يسو جنازة مكتل سوي اللهم والصلاة عليه ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس الاستغفار يا من أقرأوا سوقن زنبلو أقليا متوالنا أكبرون منا من سايهم مجمرة أقليا متوال استغفار رقول لك دعاء رقول لك النا بزي أقرنا مكبر مجمرة دعاء النا استغفار أمتعيك على البتالو ويحرم النعي نعم وهو الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر والتباهي نعيك الكل واندموش قليل متوال داستكالو هلت مكينامتو أسر بري ردو قرازماش إقرين برواتشو جنرال إقرين برواتشو نعي هنا قربك فقفقا فقفقا بزوكو انتن ياللبت يعني فقراء اللبت النعي اللي اسمو اللي ياللو انتنو أي بك أما أي بك جميع نقر للسوبة أمنو ميقوداو لمواتشو إلالو إذن يهن كالكو زاري تمرتاتشن بزياك أمار لو سلزي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة يما تشرشن دي أسامر الله سبحانه وتعالى يعني ونجلوش النبزة ونجل النبزة مكناتهم سن موت لا إله إلا الله مكتنو تزقال لك السوا لك بك أفر 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 بستو وهذا ما سألف اندمي زقاو ويم دماتشن بسونتاتشن فريز سيهون من تارق الله بقى يعني paralyze سيهون الله اندزي أفه paralyze سيهون لا إله إلا الله محمد رسول الله اندين ونجلوش كبزو اندزي نو الله يتبقى الله حسن الخاتمة يستن بسمانو الله ان النسراء يوفقن يالكو ما يكون ان انت ان شاء الله تأمروا بات كنسوا بات أسامروا بنا أنتكم قارقاتكم والله أعلم صلى الله على نبينا